شنو هو المشكل اللي عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ملك العبيد مراقبة ملك. كنحيي شوف تي في اللي جات صارتني في المحل ديالي، وان شاء الله كنتمنى بغيت نوصل واحد الصوت ديالي واحد الناس اللي هما كيهددوني تهديد مهديني في حياتي ومهديني في اي وقت. كنلقى راسي في لي فوتو ديالي اللي نشرهم هدوني، حطوني في الصور انا وصاحب الجلاله نصره الله. هاد الناس هادو ما بغاونيش، كيقولوا لي عياشيه. هاد الناس هادو قال لك ما تكلميش على الوطن، رغم انني انا وطنيه مغربيه، كنبغي بلادي وكنموت على بلادي. والدليل انني الا شفتوا الباسبور ديالي كندير ثلاثه الهبطات لبلادي. هاد الناس هادو خداو لي الصور ديالي، شوهوني شوهوني في الشرف ديالي، داروني ما خلاو ما داروا فيا. نزلت الصور ديال مشيت نزور والديا في المقابر، قالوا انني مشعوذه، ولاو الناس كلهم كيسبوني بهذا الكلام هذا في العالم التواصل الاجتماعي. عندنا هاد الناس هادو شوهوني في سميتو، داروني انني مشيت لبلجيكا ومشيت لهولندا ومشيت عند واحد السيد، وقالوا بانني ما لقيتش السيد تخلى عليا، ولقيت ناس افارقه داوني قالك الدار ديالهم وربع ايام هما كيغتصبوني. وهذا كله بالدلائل عندي. ومن بعد انا ما عمرني مشت هولندا، والاثباتات كاينين، كل شيء غادي يشوفوه الناس ديال القانون و سميتو شفتي لي وكنتجئ للراس العام يوقف معايا وياخذ بيديا لهذا الشيء اللي انا تعرضت ليه، خصوصا لهاد السيده هادي اللي كتقول انها دكتوره. بغيت نعرف هاد السيده هادي انا شنو درت ليها، الا عندها شي دلائل انني درت ليها شي حاجه تخرج. هاد السيده هادي تقيم في قبرص في اليونان. بغيت نعرف كتقول انها سفيره الامم المتحده. بغيت نعرف واش بصح او لا. انا ما غاديش نقدر نطق الاسم ديالها، وغادي نخلي التعليق للجمهور، غادي نخلي التعليق للناس هما اللي غادي يذكروا السميه ديالها. انا ما غاديش نذكر السميه ديالها لان تعدات عليا بزاف، ظلماتني بزاف. السبب انني خرجت كنوقف مع الناس، كنوقف مع الناس البسطاء، كنعطي نظره على بلادي الحبيبه مغربيه حره، كنبغي الوطن ديالي. وتنقول دائما عاش الملك، وبغات تحرمني كتقول لي يا العيشيه. ومشات مع واحد الصفحه اللي هي جمهوريه، وحاطين الصور ديالي ديال حاطين صوري وصورت وصور جلاله الملك. ولهذا كنطالب، وعندي حتى الحجاج، وكنطالب السي الحموشي يوقف معايا في هاد يحقق معايا في هاد الشيء اللي وقع لك. هادشي اللي وقف اللي وقع ليا، وكنطالب بالراي العام حتى هو، لان هاد الصفحات انا جاوني كيشبهوا الصفحات ديال مومبيبي نفس الشيء. السيده ملي عرفتني دخلت المغرب محات الصفحه. انا عندي الدلائل وعندي الفوتو وعندي حتى الفيديوهات.
كنخلي الاخ الا بغى يسالني شي سؤال. وقاش يعني وقاش عرفتي هذا الابتزاز من هذا السيد هذا؟ الابتزاز هذه عام ونص وانا كنتعرض للابتزاز، والفوتوشوب دارته لي هذه عام وهي جالسه عليا بالفوتوشوب، ومؤخرا كثرات وبالتهديد وكتقول لي الا نزلتي انا دايره عليك، قالت لي دايره عليا ثلاثه شكايات، غادي توصلي للمطار غادي تقبطوا عليك. انا نزلت للمطار، انا جيت لبلادي، ها انا في بلادي دابا، ولات شنو كتقول؟ وتسد ما عندكش شي علاقه معاها؟ ما عمري ما كانت علاقه بيني وبينها، عمرها ما كانت لا صديقه ديالي ولا حتى شي حاجه. انا ملي خرجت علاش تكلمت قلت لها كتخرجي تكلمي بالكلام السافل وكتقولي بان انك كتقولي انك دكتوره في مواقع التواصل كبيره الامم المتحده. هذا هو الكلام اللي قلت لها حشومه، كلشي الناس عيرتهم كلهم الناس سباتهم، كتقولك بانها غادي حتى من الاطفال حتى من المعوقين سباتهم. طفل بريء، اطفال بريئين، تا هما دارتهم نشرات الصور ديالهم وسباتهم. المهم كيقولوا لهم فيصلية هاد السيدة، هاد السيدة هادي فيصلية ما كتدخلش هي للمغرب بلاد، كتدخل المغرب مرة مرة، كتدخل المغرب في الصيف، كتكون في المغرب وأكثرية كتكون متواجدة في مراكش. مؤخرا كتقول بأنها عندها أوطيل، غتمشي دير افتتاح في الأوطيل في أكادير، ما كاين هو هذا الشيء، ما كاين منه حتى شي حاجة. السيدة ما خدامة ما ردامة، تعطينا إثبات، كتمشي كتصور كدير واحد لاكارت وكتصور وكتقول لهم بأنني عندي سميتو ديال، والله ما عقلت شنو سميتو هاد الاسم ديال المنظمة ديالها، ما عرفتش ما عقلتش هذيك المنظمة اللي قالت السمية ديالها انترناسيونال، باقي كتعيط الاخ ما عقلتش على المنظمة، المهم ما عليناش. يعني شنو كتطلبي دابا في هاد انا كنطلب بالسي الحموشي وكنطلب من الراحل العام وكنطلب من السلطات يشوفوا في هذا الموقع ديال هاد السيده هادي ويوقفوا، ماشي غير معايا انا، راه ماشي غير انا خرجت جيت وخرجت باش نتكلم، راه فيهم ناس اخرين، كاينين ناس اخرين تا هما، واكثريه اللي ضربه غير على الناس اللي هما عايشين خارج الوطن. طبيعة الحال الابتزاز، الابتزاز صحيح، لان ما كديري حتى شي حاجه في الشغل ديالها هو الابتزاز، هو الابتزاز يعني صح. طبيعة الحال انا هاد السيده هادي حتى ولاو دابا خرجوا تيقولوا لي هما مجموعه، هما هي مجموعه صحيح، لان خرجوا كاينين ناس خرجوا كيقولوا بانني انا واحد خرج كيقولوا بانني انا مارست معاه وشد عليا فيديو، خرج بالفيديو قال شد عليا انا هو خرج بفيديو قال لهم بانه شد عليا فيديو بانني نعست معاه في داري، ناس معايا في داري، وقال لهم انا الناس ديال الموقع التواصل الاجتماعي كنبغي نتلاقى معاهم في الواقع، كنعرض عليهم وداك الشيء، حتى ما داروا لي يد معاها خرجوا كيسبوني، واش باغين باغين بغاوني يبزوك يعني باش نعطيهم الفلوس باش نمشي معاهم في الجمهورية، يعطيك الرضا، هادشي اللي بغاوني، ما خلاو ما داروا معايا، ما خلاو ما هددوني. كاين شي تهديد؟ كاين تهديدات كيهددوني داخل الوطن وخارج الوطن، تهديدات. تعرضتي لشي حاجه في تعرضت، شنو نقول لك، تعرضت للحاله النفسيه،
احترت الحاله النفسيه ديالي. انا دابا مشيت درت الشكايه ديالي وان شاء الله كل شيء غادي نخلي القضاء هو اللي غادي ياخذ لي حقي من هاد السيده هادي. تفضل اسيدي. فين هادشي اللي عندك؟ اوكي. نكون خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ودائما عاش الملك ولا عاش من خانه.